كمان ان منتخبنا الاول النهارده خاض مرانه الاول في الكويت، طبعا استعدادا لمباراه كمان على مستوى المباريات المهمه امام المنتخب البلجيكي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. للاسف هغيب بعض نجومنا، عمر مرموش طبعا اصيب مع فريق فولسبورج في المباراه في البوندسليغا. مباراه مهمه في الاطار استعداداتنا، في اطار عايزين نقف فين، يعني احنا واقفين فين. وطبعا ضم مروان حمدي لاعب طبعا مكان عمر مرموش اللي هيغيب للاصابه. مباراة مهمة جدا على مستوى التقييم، على مستوى التقييم اللعيب لنفسه هيقيم نفسه أمام منتخب المصنف الثاني على العالم، كوكبة من النجوم بيلعبوا في المنتخب البلجيكي، كلهم بيلعبوا في التوب ليفل في البريمير ليج ودوريات أوروبية قوية. فعلى مستوى اللعيبة، اللعيب يقيس نفسه واقف فين أمام هذا المنتخب. على مستوى الإدارة الفنية كمان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لازم يحط احنا واقفين فين. وعلى فكرة الراجل اتكلم في النقطة دي بكل أمانة وبشكل جيد جدا، قال لك ايه هي دي المباريات اللي احنا بنقيس فيها نفسنا. المباريات اللي زي ديت مش محتاجة ان احنا نسن السكاكين من دلوقتي، يعني ايه؟ يعني مش محتاجة ان الناس تستنى ده احنا يعني لو اتغلبنا اتنين او اتغلبنا ثلاثة اضرب يا عم كمان كرسي في الكلوب والناس دي تمشي والمدير الفني ده فاشل واللي جابه مين واللي وداه مين، كل دوت مش مطلوب غير ان احنا بنبص لنظره احترافيه كمان احنا كمشاهدين او على وسائل التواصل الاجتماعي. ناس انا متاكد في ناس من دلوقتي بتسن السكاكين، منتخب بلجيكا منتخب قوي مصنف على مستوى العالمي رقم 2، منتخب مصر مش مطلوب منه غير انه يقيس نفسه، ان كل اللعيبه تركز تركيز 100%، ان المباراه دي تتاخد على انها مباراه رسميه، تتاخد على مباراه انها مباراه وكانك يا عم بتلعب في كاس العالم، فتاخد المباراه بجديه. انا متاكد ان اللعيبه عندها الشغف، عندها الطموح، لان يعني انا بفتكر زمان واحنا لما بنلاعب المنتخب البلجيكي او بنلاعب منتخب المانيا او بنلاعب منتخب اسكتلندا كان اللعيب نفسه عايز، عنده طموح وعنده رغبه ان انا اشوف نفسي وسط الناس ديت، ان انا اكد ان انا لعيب كويس، ان انا اكد ان احنا قادرين ان نعمل نتائج كويسه امام المنتخبات القويه. ولينا في دوت تاريخ، يعني على مستوى كابتن حسن شحاته وجيله اللي عمل مباراه ولا اعظم امام المنتخب البرازيلي. هتقول لي فارق الامكانيات وفارق اللعيبه وفارق الفنيات، ولكن بتفرق الحاجات ديت جدا مع اللعيبه على الطموح الشخصي. على الجانب الاخر نتمنى التوفيق للاداره الفنيه لروي فيتوريا، لان الموضوع الفترات اللي فاتت كان عندنا ماتشين الناس اتكلمت مش على المستوى المطلوب، الاداء لسه مش ما اتغيرش، المنافس مش على قدر الكفاءه الممكنه. فمباراه يوم الجمعه كمان ان شاء الله هنحدد احنا واقفين فين. وده خلي بالكم دي خطوه على طريق لاربع سنين، مهم جدا يا جماعه الكلام اللي انا بقوله، دي خطوه على طريق التطوير لمده اربع سنين. واللي قاله روي فيتوريا انه بيضم بعض الناس اللي سنها صغير علشان الراجل حاطط بلاننج لاربع سنين، وبالتالي مش مطلوب تاني، مش مطلوب ان احنا نذبح الفريق لا قدر الله. ان شاء الله انا متاكد ان احنا هنعمل مباراه جيده، على مستوى النتيجه اكيد مش هتبقى النتيجه، لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا نفوز، نتمنى ان احنا نعمل نتيجه طيبه، لكن بتكلم على السيناريو الثاني، على البلان بي لا قدر الله، لو الاداء مش قوي، لو النتيجه تقيله، خلينا نتكلم باحترافيه. ده مباراه وديه مع المصنف الثاني على العالم، منتخبنا في طريقه لاربع سنين لقدام، في طريقه ان احنا بنمهد الطريق وبنعمل فريق ان شاء الله منتخب قوي لاربع سنين قدام. وبالتالي كل المسانده لفريقنا، انتقد على فنيا ممكن يعمل ده ممكن يعمل ده، لكن ان شاء الله باذن الله انا يعني متفائل بمباراه يوم الجمعه، لكن لا قدر الله لو النتيجه صعبه لو النتيجه تقيله خلينا ماشيين بشكل احترافي. ده بنقيم فرقتنا احنا واقفين فين، المدير الفني واقف فين، اللعيبه واقفه فين، ونبدا مشوار اربع سنين.